نروح مع حضراتكم كده نشوف الإطلالة الصباحية بتاعتنا، والنهاردة من طريق اسكندرية الصحراوي، أحد المحاور طبعا والطرق الحرة المهمة جدا. تعالوا معانا نشوف كده إطلالة سريعة على الهواء مباشرة من طريق اسكندرية أو القاهرة اسكندرية الصحراوي، أحد أهم الطرق في مصر. وتحديدا دلوقتي احنا شايفين السمارت فيليج او القريه الذكيه اللي هي بعد البوابات على طول. صحيح، مكان محترم بتمشي فيه على سرعه كام يا محمد بامان؟ انا عشان الرادار انا بتلسع كذا مره من الرادار على طول، ومش عارف ليه يعني. وبعدين بتمسك في الرادار على حاجه صغيره جدا، يعني المفروض معدي مثلا ليه وقفني 125 130؟ طب يعني ليه كده؟ فلا الواحد ملتزم. بعدين الطريق ده كمان يا ولاء من الطرق الجميله جدا. طبعا والله العظيم طبعا، وتطور كذا مره وتجدد. الحارات اللي فيه حاجه مشرفه. لا هو يعني طبعا، هو تخيلوا ان الطريق ده يعني منشا سنه 1935. انا كنت فاكره انه لسه حديث. يعني انه لا، ده طلع انه قديم. طوله حوالي 220 كيلو متر زي ما بيكتب عندكم تحت اسفل الشاشه. وهو بيبدا جنوبا من تقاطع مع محور 26 يوليو بمحافظه الجيزه، وهو زي ما احنا شايفين هو 8 حارات مروريه. وفي كمان يعني في مكان للشاحنات، مش كده؟ صحيح. هو شهد كمان يا ولاء يعني تطورات او تطوير الفتره الاخيره. فكره المخارج كمان، يعني قبل كده ما كانش في الطريق ده مخارج كتيره، مخرج ان انت تلفي وترجعي مره ثانيه. دلوقتي هنشوف ده بعد كل كام كيلو في مخرج موجود. فكره كمان صيانه الطريق، يعني الطريق مصان بشكل جيد جدا، منظم، الحارات اللي فيه، السرعات اللي فيه، لا يعني حاجه محترمه ومن الطرق اللي احنا نفخر عايزين طرقنا كلها تبقى كده، بالذات الدائري، واحنا جايين على 6 اكتوبر. صحيح. طيب دي الله، دي منوفيه. انا حسيت كده، حسيتنا بره مصر لما شفت الصوره، بس طلعت المنوفيه في الاخر. دي شبين الكوم، كان ليها اسم قبطي وكان معناها فرع النيل يعني من الاخر، عشان الاسم صعب قوي. وكان كمان ليها في العصر الروماني اسم افرود نيبوليس، ومعناها مدينه الزهراء. محافظة المنوفية طبعا، محدش يقدر يجي جنبها ولا يتكلم. العظماء كلهم منوفية، يعني العظماء في مصر كلهم رؤساء وغيره. طبعا المنوفية زي ما ولاء قالت مرت بمراحل كتيرة قوي، تاريخ قبطي واسماء كده مختلفة. وكمان عايزين نقول لحضراتكم طبعا بعد ما نصبح على اهلنا في شبين الكوم في المنوفية، ان المكان ده طلع لنا في مصر اسماء كبيرة في السياسة، في الثقافة، في الرياضة. نفكر حضراتكم كده من أعلام شبين الكوم المنوفية، عبد العزيز فهمي اللي هو أول رئيس لمحكمة النقط، وهو أول واحد وضع الدستور المصري، أو كان من ضمن من وضعه الدستور المصري سنة 1923، عبد العزيز فهمي. عندنا كمان المقرئ الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمد النشواني اللي كان شيخ الأزهر. في أسماء كبيرة جدا غير رؤساء طبعا. لا يعني برضو انه يطلع اول دستور طالع من المنوفيه، يعني مخافه دي بقى يعني صدفه ولا ايه؟ هو كل حاجه طالعه هو كان ضمن اللجنه اللي حطت دستور 23. أيوة صحيح. بس برضو البصمه بتاعت المنوفيه موجوده. يعني من اول دستور مصري البصمه المنوفيه هي محافظه مسيطره من الاخر يعني.